إخوتي المؤمنون أخواتي المؤمنات، أرحب بكم الآن في هذه الحلقة لنستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول رسائل بولس أو الإشارات التي أتت من رؤيته للمسيح التي أثرت في حياته ونقلته من اضطهاد الكنيسة إلى أكبر صانع لكنيسة وأي كنيسة صنعها بولس، إنما هي الكنيسة الحالية الموجودة. هل هي هذه التي كان يتكلم عنها المسيح، أو هل هذه التي كان يعرفها ويتمناها تلاميذ المسيح؟ هذا أمر سوف تحسمه ربما رؤيتنا البحثية الفترة المقبلة، ونترك الأمرين للتقييم أيضا لمن يتابعنا كي يعلم أن هناك أكثر من وجهة نظر لهذا الأمر. ربما كانت أن الذين كانوا يحيطون بيسوع المسيح أو ما يعرف بالتلاميذ هم الذين كانوا يمكن وصفهم بأنهم كانوا الأقرب إلى روحه وكانوا أقرب لرواياته وتعاليمه، ولكن للأسف لم يتبقى من علمهم ولا من أفكارهم شيء. لذلك نحن الآن نبحث عن هذا التحول الغريب، أن الأبعد عن هذا الفكر والأبعد عن المسيح كيف يكون هو الذي يؤسس الكنيسة، برغم أن المسيح قال أن من يؤسسها سوف يكون هو بطرس أو صفا سمعان أو الصخرة. هنا نرى أيضا تأثير البيئة الهلنستية على مسيحية شاول أو بولس الرسول. قيل أن قلنا من قبل أن البيئة في أنطاكيا ساعدت التطور السريع في ناحية تأليه المسيح، حيث كثر المؤمنون الذين علقوا بيسوع بكل الأمال، علقوا به أمال، وهذه الأمال كانت لديهم وكانوا ينتظرون منقذ ومخلص وإلى آخر هذه الصفات. هذه الصفات هي التي أتى بها بولس إليهم لكي يمجدوا هذا المفهوم الإلهي، أن هذا الرجل هو ابن الله. وبالتالي هذه البيئة ساعت جاهدة، بيئة الهيلينستيين أو بيئة أنطاكيا المتأثرين بالثقافة اليونانية، سعوا إلى تمجيد المسيح عيسى ابن مريم أو يسوع المسيح على الأقل في البداية. قال ذلك أيضا العلامة شارل جينبيير في كتاب المسيحية نشأتها وتطورها صفحة 116. هؤلاء المؤمنون ينزعون في تصورهم الشخصية يرقوا به إلى مفهوم أعم وأوسع وأرفع، ذلك المفهوم يقترن بلقب السيد أو الرب. ويلاحظ هنا أيضا أن الاثنى عشر تلميذا أو الحواريين كما ينطقهم القرآن، هؤلاء تملكتهم الحيرة في بدء دعوتهم، نظروا في النصوص المقدسة في كتب الأحبار الحديثة فلم يجد كلمة واحدة تشير إلى إمكان قيام المسيح، كما قلت أنا في عن الأناجيل أن ليس فيها ما يفيد في الفصول الأولى منها أن المسيح سوف يكون في النهاية معلقا على الصليب. لم يقل فيها المسيح دائما أنه سوف يخلص البشرية على الصليب، ولم يقل فيها أن صلبه هذا تخليصا للبشرية، لم يقل ذلك. لو رجعنا الأناجيل لن نجد ذلك، وإنما ما حدث في النهاية
تم تفسيره على عجالة في النص الأصلي بأنه كان أمرا لابد منه أن يحدث. تفسيرات هذا الحدث موجودة في أعمال الرسل على يد بولس، حيث فهمنا أن هذا هو نوع من التمجد للإله، وهو ارتفاع به إلى وظيفة المنقذ للبشرية وتخليصها من الخطايا. حتى أن مسيح في فترات حياته الأولى لم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيد ولا إله، ولا حتى أنه نبي، إنما كان حكيما، كان طفلا معجزا في من حيث العلم، كيف يكون في سن 12 ويقف ليحاجج كل هؤلاء الأحبار وكل هؤلاء الكهنة. المسيح عيسى ابن مريم حينما اختفى من أمه وزوجها يوسف النجار، ثم في عيد المظال، وظهر في القدس. حينما ظهر في القدس أخذوا يبحثون عنه حتى وجدوه في أحد المعابد يحاجج هؤلاء الأحبار ويفحمهم. هذه القصة أظهرت أن هناك الطفل اليهودي في سن الصبا يصبح عالما وفقيها، يتدرب عليها من سن السنوات الثلاث ليتلقى كل علوم الدين، ليصبح عند سن الصبا فقيها لا يتكلم معه أحد قبل هذا السن. وهذا يفسر النص القرآني الذي لم يفهمه أحد إلى الآن إلا في ضوء المعرفة اليهودية، حينما أشارت إليه مريم في المهد رضيعا، فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي القراءة التفسيرية لهذا النص أو التأويلية، كيف نكلم من كان في المهد كأنه صبيا، هذا طفل رضيع كيف نكلمه، أو على الأقل حد الأدنى لكي نتكلم معه أن يكون على سن 12، وهو ما حدث بالفعل في إنجيل متى وبعض الأناجيل التي رأت أيضا أنه أن المسيح كان يحاجج، ثم اختفت الفترة كلها تماما التي تتحدث عن المسيح في طفولته. وإن كان هناك بعض الأناجيل التي كانت تتكلم عن الطفولة وكأنها من أناجيل الأبوكريفة أو من الأناجيل الخاصة التي لا يقرأها إلا الكبار الكهنة وكبار الأحبار، تعتبر من النصوص التي لا يطلع عليها العامة، منها الإنجيل الطفولي والأناجيل الطفولية التي فيها جزء منها ورد في النص القرآني أنه كان يخلق كهيئة الطير من الطين ويطيرها ويجمعها وهكذا. هذه الرواية ليست موجودة في الأناجيل القانونية الأربعة المعتمدة، إنما موجودة في أناجيل الطفولة. أما المسيح حينما عمده يوحنا المعمدان أو يحيى المغطس كما ورد اسمه هكذا في الإنجيل الشريف، وسمي الإنجيل الشريف لأنه مترجم من نسخة الإنجيل المكتوب بالآرامية، فسمي يحيى المغطس، ومعروف إعلاميا أو بشكل أوسع في الأناجيل المعتمدة القانونية بيوحنا المعمدان. يحيى حينما عمد المسيح في بحيرة طبرية، حينما غطس في الماء كان ما زال إنسانا وما زال ما يعرف برجل صالح أو هكذا، وحينما خرج من الماء وزارت له حمامة الروح القدس أعلن وصار ترسيمه من هذه اللحظة إلها. حينما خاطبه الأب من السماء في مقاطع أخرى، هذا ابن الحبيب الذي به سررت، وأصبح من هذه اللحظة. أما قبل ذلك لم يكن معروفا أنه إله. أما هو حتى حينما أصبح ابن للإله بهذا التعميد، وكلمة التعميد هي ببارتزان، هي كلمة تعني أن ينتصب الإنسان ويقف ويتعلم ويتطهر ويقرأ وينتظر النبي الأخير حتى يتبعه. هذا هو التعميد، معناه اللاهوتي الحقيقي وليس الاغتسال بالماء فقط. فالاغتسال هو جزء من التعميد، أي تتعمد أن تغتسل بالماء وتنتظر ملكوت الله القادم مع النبي القادم. ربما كان من أخي بني إسرائيل، كان من بني إسماعيل، أو كان من، ولذا بعد 1500 عام لم يظهر من يقول أنه النبي آخر الزمان إلا النبي محمد. وبالتالي هو هذه الرواية لم يدعيها أحد، ولم يقل حتى المسيح لم يستطع أن يثبت، بل كل من هو
تبعه لم يثبت أنه كان النبي الأخير، بل طغت قصة ابن الله والإله على قصة النبي الأخير، فظلت حتى هذه القصة ساعدت قصة النبي الأخير على أن تتم في محمد ولا تتم في المسيح، لأنهم لم يركزوا على قصة النبي الأخير، وإن حاولوا صناعة مجد كمجد الذي عاش فيه موسى بأن أحد الأناجيل صنع له تاريخا في مصر، وذهب إلى مصر وعبر في نيلها وتحمم فيه، ثم ذهب إلى قرى مصر ومر بها كما مر بها موسى، وعبر من أرض سيناء. وإن كانت هذه القصة اللاهوتية الجميلة لها ما يمنعها من القانون الروماني المتشدد الذي يمنع مرور ذبابة من القدس إلى أرض سيناء، فما بالك حينما يعبر الرجل كهل كما ذكرت الروايات، وهو يوسف النجار، ومعهم الطفل الرضيع، ومعهم مريم، وكذلك معهم الحمار، فكيف سعوا بحمار واحد ورجل كهل عجوز هذه الرحلة الطويلة التي فيها على مدار مصر وعلى مدار كل حاميات التي أكدتها الاكشافات الأثرية والتراثية في سيناء أكثر من حامية ونقاط من نقاط التفتيش الدقيقة التي تمنع خروج مواطن من رعايا الرومان من مكان إلى مكان إلا بإذن القيصر. فهذه الأمور التي تنفي رواية ورود المسيح إلى مصر، وهناك الرواية الأصلية التي تؤكدها. هذه الرواية موجودة وهذه الرواية موجودة. هذا التحليل الأخير هو تحليل بحثي وتحقيق أيضا للواقع من خلال قوانين الرومان التي تمنع سرد الأحداث بهذه الطريقة، وإلا يقول لنا كيف كان القانون الروماني يتساهل تماما مع المواطنين، وخاصة الرعايا الذين هم مواطنون من الدرجة الرابعة، مواطنون فلسطينيون يهود ضمن رعايا الرعايا في الدولة الرومانية، كيف يتركهم حينما يذهبون إلى مصر ولا يبلغ عنهم أحد كغرباء ليسلموهم للشرطة الرومانية، ويبدأ العصف أو الفتك بهم أو على الأقل تعزيرهم وإعادة ترحيلهم إلى فلسطين مرة أخرى، بل قضوا في مصر 3 سنوات. والرواية الرسمية التي تقول أنهم جاءوا، وإن كان لا يؤيدها عدم التواتر، حيث وردت في إنجيل واحد وإنجيل متى ولم ترد في روايات كثيرة. قصة الصلب أيضا، حينما قالت في تثنية الاشتراع في العهد القديم في العدد من 21 إلى 23، لعن الله كل إنسان يشنق بالغابة. في النهاية نجد أن هناك غابة، هناك شجرة مقدسة في القدس، قيل أنها التي شنق عليها أو علق عليها ما عرف بالمسيح الذي صلب. وبالتالي قصة الصليب هي مرت بعدة تطورات كثيرة جدا لكي يكون هناك صليب صلب عليه المسيح، وهذا ليس محل بحثنا، ربما نأتي عليه في أمور أخرى. هناك رواية أخرى أنه علق على شجرة، في رواية هناك رواية أخرى أنه علق على شجرة وليس على صليب. فهنا قصة كيف أصبح الصورة الأساسية التي اسمها النبي دانيال، اسمها يعني أعطى تسمية للمسيح بابن الإنسان، هذه رؤية تفسيرية. ولكن إن كان ابن الإنسان هذا كان كان ورد عن شخص آخر، إن لا ينطبق على المسيح لقب ابن الإنسان، لأنه في النهاية هو ليس ابن إنسان ولكنه روح من الله إلى مريم، وبالتالي هو ليس ابن الإنسان. وإن كانت الترجمة الصحيحة لكلمة ابن الإنسان في الترجمات الإنجليزية، قلنا من قبل أنه the son of the God، son of the God هذا ابن الله، ليست موجودة لكنها موجودة بال son of the man. حينما قيل أنها son of the God ليست موجودة، إنما بحثنا عنها وجدت أنه son of a man، أي ابن الرجل أو ابن الإنسان. ابن الرجل
غير كلمة ابن الإنسان، son of human، son of man أنه ابن الرجل. وربما كانت هذه التسمية تأتي في كثير من ورودها في العهد القديم، تعني أن ابن الرجل الذي سوف يأتي هو أن هناك مرحلة فاصلة بين ابن مريم وابن الرجل الذي سيكون النبي الأخير، وهو ابن الرجل جاء من تناسل طبيعي بين رجل وامرأة، وما زال إلى الآن هو النبي محمد الذي فاز بتلك التسمية، النبي الأخير وابن الرجل الذي جاء من عبد الله ابن عبد المطلب، وهكذا كانت الرواية. أما هنا ابن الإنسان برجوع للترجمات المعتمدة ليست فيها قصص بنوة المسيح إلى الله، حتى أنه لم يقل أنني ابن الله في أكثر من الأناجيل، ولكن قيلت عنه وقيلت في أعمال الرسل وقيل في غيرها. وأن موت يسوع قيل أنه في نزل 12 ليس تضحية تكفيرية، أما عند بولس هو تضحية تكفيرية، قال أنه مات نتيجة أنه جدف فأخذ فعوقب. أما بولس أكمل ما بعد ذلك وقال أن هذه العقوبة كانت عقوبة تكفيرية، وأنه كان سيخدم بها البشرية ويخدم بها الخطاة ويرفع بها الخطيئة الأولى لآدم وخطيئة للمخطئين الذين سوف يؤمنون به إلها وابن إله ومخلصا وسيدا وإلها في ذات الوقت، لأنه إله من إله أيضا. المفاهيم الجوهرية في هذه المسألة كانت محتاجة أن يكون هناك ستايل أو طريقة للدعوة، حيث اقتصر الحواريون أو تلاميذ أنهم ذهبوا إلى المجتمعات المؤمنة باليهودية أكثر، أما بولس فكان يذهب دائما، سمي بالحواري المرسلة إلى المشركين، وذهب إلى الذي قلنا قبل ذلك الغرلة والمختونين. المختونين هم اليهود، ومن غير المختونين الذين بقيت بهم الغرلة في ذكورهم، فأصبحوا هم كناية عن المشركين أو الوثنيين، وهم الذين عني بهم بولس في دعوته. نبدأ قصة بعد أن آمن عمر في رحاب الدعوة المحمدية أو في الإسلام في صورته الأخيرة. المرحلة اليثربية مرحلة المدينة المنورة. قيل أن أيضا أن توطدت علاقة عمر بمحمد النبي حينما طلقت ابنته حفصة، فقام محمد أو النبي نبي الإسلام بالزواج منها تقوية لعرى الرابطة بينه وبين عمر. وكان محمدا قد تزوج من قبل عائشة بنت أبي بكر، وبدأ دور عمر يبرز مع هجرته إلى يثرب، وهو الدور الذي سبق أن قيل أنه بسببه سمي الفاروق، حينما خرج على الناس شاهرا سيفه وقال من أراد أن تسكله أمه فليتبعني وراء هذا الجبل. ورأينا تحقيقا كيف كان يعاني من مشاكل مع مكة والمدينة، مع مكة تحديدا ومع قريش بشكل أكثر تحديد، وكيف كان لا يستطيع الخروج إلا في جوار، وكان يختبئ في بيته خوفا من أن يفتكوا به. فكيف يتطابق هذه الرواية مع هذه الرواية؟ كل الروايتين يصف أحدهما بالآخر، وإن كانت الرواية الأخرى هي أكثر التصديق لأنها ذكرت من مصادر عدة وترتبط بالفعل بالمنطق الأشياء حينما نريد التحقيق منها. أن نشأة بني عدي والأصل الذي فيه عمر المتواضع من بني عدي لا يؤهله لكي يأخذ هذه المكانة وهذه القدرة أو هذه نقول الترتبية القبلية التي تمكنه من أن يكون أحد أهم الرموز التي يمكن أن يحمي غيره أو يحمي نفسه. وقيل أيضا أن هذه الزيجة زادت أواصر بين أبي بكر وعمر
وبين أنهم أصبحا مصاهرين لهذا الرجل وهو النبي، فأصبح هما الاثنين مشتركان في هذه الصفة أن بنتيهما أصبحتا زوجة لهذا النبي. وعندما وصل النبي محمد إلى يثرب قام مؤاخاة المهاجرين والأنصار. تؤكد الروايات أن محمدا أخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي، بيد أن ثمت روايات لدى ابن سعد في طبقاته في طبقات ابن سعد تقول أن محمدا أخى بين أبي بكر وعمر، وأخرى قالوا بين عمر وعويم بن ساعدة، وثالثة بين عمر ومعاذ بن عفراء، في حين توضح رواية بأن مؤاخاة أبي بكر وعمر كانت في مكة. ويؤكد ابن سيد الناس مؤاخاة أبي بكر وعمر بوجه عام، ورد ذلك في كتابه سيد الناس كتاب عيون الأثر في الجزء الأول صفحة 230. وكانت لهذه المؤاخاة دور في توفير الأمن الاجتماعي للمهاجرين في أول الأمر، لكنها لم تلعب دورا في العلاقة المستقبلية بين أجنحة المسلمين المختلفة أي ثاربة ومهاجرين. ولعلنا شاهدنا هذا الاختلاف وهذه النزاعات بدأت من سقيفة بني ساعدة وانتهت بمقتل سعد بن عبادة بسهمين في ظهره من أحد الجن، هكذا قيلت أنه قتل عن طريق الجن حينما كان في الشام وخرج ليقضي حاجته في الصحراء في إحدى الحفر، فجاءت على جن فالجن اشتكاه لأبيه وأمه، فربما استأجر أحد رجال الجن من القتل المأجورين فقتل سعد بن عبادة، هكذا قيلت في الرواية، قتل سعد بن عبادة بسهمين. وهنا كان الاغتيال كان من الواضح أنه سياسيا، وأن سعد بن عبادة لم يبايع عمر بن الخطاب ولم يبايع أبا بكر وخرج مغاضبا من السقيفة. هنا مستقبل العلاقة بين اليثاربة والمهاجرين ظهر هنا في هذه النقطة التي سوف نعود لها مرة ثالثة لاحقا إذا أسعفتنا المعلومات. كما لم يكن لها أي تأثير على المنظومة العامة للدعوة المحمدية فقهيا أو سياسيا، وبالتالي لم يكن لهذه المؤاخاة من أثر على سيرة عمر. وقد أوقف النبي محمد استغناء عن منهج المؤاخاة بعد موقعة بدر مع توافر الغنائم، فأصبح لا يحتاج أحد إلى الآخر، وبالتالي قلت الحاجة إلى الإيثار وإلى المؤاخاة. سمحت المهاجرين استغنوا عن دعم اليثاربة المالي، وجاء ذلك بالأمر بآية قرآنية قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ورد ذلك في سورة الأنفال الآية 75. وقد ذكر أيضا في كتاب عيون الأثر الجزء الأول صفحة 231 أنه أعيد الاعتبار بهذه الآية أو التفسير للتوارث من منطلق صلة النسب، وألغى معيار الهجرة والمذكور في الآية 72 من نفس السورة. ورد في الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر، هكذا الآية، لا أسرد أكثر من ذلك استكمالية. وإن كنت أردت أن أكملها سأكمل أيضا، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الآية لقد تمت العودة إلى منظومة القرابة كما يؤكد مالك مسلماني في مؤلفه عمر بن الخطاب السيرة المتوارية، وهي فترة كانت حدود الإسلام لم تصل إلى حد جعل الرابطة العصبية أن تكون القاعدة التي تحكم علاقة المسلمين الأوائل، وقد حدث بذلك رجوع إلى قواعد ناظمة للحياة الاجتماعية كما هي مؤسسة على منظومة سابقة. والإسلام هنا يحاول أن يستوعب الظروف القائمة بأقصى درجات المرونة. بدأت فكرة الثالوث الأكبر في يثرب. في يثرب مع التطور الجديد في الدعوة المحمدية الإسلامية لعب عمر دورا مهما في حياة الجماعة الإسلامية،
فمن أجل إدارة شؤون هذه الجماعة قام محمد الرسول والنبي بصياغة السياسة العامة لها بالتعاون والتشارك مع الشخصيات الأساسية في هذه الجماعة. قيل كذلك في السيرة أنه كان محمد وأبا بكر وعمر هما كانوا الثالوث الأكبر في يثرب. وقيل أن هذا المثلث لا يلغي حقيقة التوازنات التي كانت تفرزها الحقائق على الأرض، الحقائق القبلية في مجتمع يثرب، والدور الذي اطلعت به الشخصيات الممثلة للأطياف القبلية في يثرب من يثاربة ومهاجرين. لكننا سنركز على اللقب الثلاثية أو الثالوث الأكبر أو تريم الثلاثية دون أن يلغي وجود شخصيات أخرى شاركت ولكنها لم تكن بهذا القدر من الأهمية. ويقول مالك سليماني في كتابه السيرة المتوارية أنه برزت في سيرة عمر مع محمد مسألتان. المسألة الأولى هي أن عمر مثل على الدوام الجناح المتشدد في الحركة الإسلامية، والمسألة الثانية هو قيام هذا الجناح المتشدد في الحركة الإسلامية بدور هام، والمسألة الثانية هي قيام عمر بدور تشريعي بارز إلى جانب الرسول محمد، وهذا ما منحه سمة نبوية أو تنبؤية جعلت منه متنبيا، وهذا يرجع إلى قدرات عمر الشخصية كما أردت أن تنقلها لنا روايات هذه السيرة، وهي في غالبها دونت في العصر الأموي لتغليب عمر على علي بن أبي طالب الذي ظل معروفا بأنه باب مدينة العلم وأعلم الأمة بالقرآن، أي أن المقصود هو خلق أهمية تعلو فوق علي بن أبي طالب بوجه عام، وهو ما يطابق الفهم السقيفي أو السني تماما. هذا كان من عندياتي كباحث ومؤلف. يقول على هذا الثالوث أن هذا الثالوث اصطلاحيا يختلف تماما عن الثالوث الأقنومي في اللاهوت المسيحي، فشخصية الرسول محمد تظل في منأى عن التداخل والامتزاج في الثنائي عمر وأبي بكر، ورؤية الثالوث الإسلامي تختلف لدى الطائفة الشيعية أيضا باعتبارهم يرون أن هناك ثنائية وليس ثلاثية، وهي النبي والولي. وهنا أيضا نشبهها بإيه؟ النبي موسى ووصيه هارون، وهنا أيضا رأى محمد وعلي. كان يرى بمثابة موسى وهارون الجديدين، وأن علي هو باب مدينة العلم، وأن المدينة هي النبي محمد، وكما أن الموالون لأهل البيت أو موالون الإمام علي يرون أن علي ولي الله وأمير المؤمنين ووصي الرسول بموجب بيعة الغدير في حجة الوداع أمام 100,000 مسلم قبيل وفاة الرسول محمد، وهو أمر ربما سوف نعود له مرة ثانية لنرى قصة هذه البيعة مع قصة السقيفة أيضا إذا جاء الحديث عنها. هنا نتكلم عن عمر المتشدد في الدين. في سنوات العمل المشترك مع النبي محمد تميز عمر بالتشدد، ورغم قوة شخصية محمد في يثرب وسمته النبوية في مكة لم تعطيه مطلقا حتى أن يكون حاكما طاغيا حتى في أوج هذه السلطة الكاريزمية والزعامة السياسية والدينية في يثرب، لأن القرآن حدد له شخصية. أنا هنا كباحث أقول ذاك لأن القرآن حدد له شخصية التحكيم بين المؤمنين دون الحكم، وأعطى سلطة القضاء والتذكير والتبشير فقط، وأنه في ذات الوقت ليس مسيطر على الناس بالمعنى السياسي، لست عليهم مسيطر، إنما طاعة الناس له وقبول سيطرته عليهم كان قبولا توافقيا، قبولا بمبدأ الطاعة وليس بمبدأ القوة، بمبدأ الحاكم، إنما هو بمبدأ أنها طاعة إلزامية يلزم بها الفرد نفسه تجاه النبي احتراما لشخصه، فقال له ليست عليهم بمسيطر. وبالتالي هو وقيل أيضا والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كان محكما أيضا ولم يكن حاكما زمنيا بالمعنى السياسي المفهوم، إنما كانت تخضع له الرقاب بموجب الإيمان بأنه هو الملهم وهو المكلف وهو
الأعلم بشأن السماء، فلذلك كان هو محل رضا من هؤلاء جميعا. ونستكمل رؤية عمر المتشدد في الدين، كيف كان متشددا في مكة، وكيف كان في المدينة عفوا، وكيف كان يؤثر ويتأثر بالمعطيات الوحي والنزول وثقافته التي كان يحملها في ذهنه من العبرانية، كذلك تداخله مع النبي في التشريعات وفي الوحي، سيظهر ذلك أثره جليا في الحلقة القادمة لو كان لنا عمر. أتمنى أن أصحبكم في هذه المرة القادمة، وأشكركم وأترككم في عناية الله وتوفيقه.